مرحبا بالناس الكل وين ما كنتوا اخترتوا تسمعونا من العشرة حتى نص النهار. نفرحوا بكم برشا برشا برشا، نفرحوا بكلامكم بالتفاعلات نتاعكم، نفرحوا اللي احنا مونسينكم، نفرحوا كي نعرفوا اللي احنا نفعناكم حتى شوية بمعلومة جديدة ولا بفكرة جديدة ولا قلتوا علاش ليه نجربوا اللي سمعناه في الإيميسيون من العشرة حتى نص النهار. هالبرنامج اللي اسمه تونس ذوق 24 نقولوها بالفم والملاه، هالبلاد ذهب معير من الطرف للطرف، كل مدينة كنز حقاني واحنا فرحانين اللي نزيدوا نكتشفوها معاكم كل يوم اكثر شوي. احنا اليوم في المهديه للناس اللي خلطت علينا توا، هالمدينه اللي ملاها يموتوا عليها وعندهم الحق، والناس اللي زوروها ويعرفوها وعديوا فيها الوقت زاد يحبوها برشا برشا، واحنا نحبوه برشا يجي بحذانا لهنا كل يوم في الوقت هذايا. انتوما زاد تحبوه برشا وتتبعوه برشا وتتبعوا لي غوسات نتاعو وتحبوا كلامه زاد وقت اللي تسمعوه نحكي على تيسير الكسوري اللي توت سويت باش نسمعوه في ذوق البن هنا على ديوان فام بيان سور حتى نص النهار. رمضان ريحته ملات البلاد من بنزرت البنقردي، عنا وصفات بنان طايبة بزيت صافي اللي يلمنا من كل مكان ويودك ببلاتفورم 100% تونيزيان، فيها التصنيف من المدرب البيضنجان المسفوف بالرمان. ادخل لسيت بنا صافي وتبع الروسات وبرتاجي معانا تصنيفك. زيت صافي بنا صافي. ذوق البنا، ذوق البنة هو يجي يحكي لنا على ليغوسيت، يحكي لنا على السر زاد المحبة بين الناس اللي هي طاولة باهية وبنينة وناس كرماء وناس فرحانين بيك، وانت قاعد تاخذ في كلمة وتعطي في كلمة، وزاد الذوق في البنة كل يوم عنده السر متاع هذا الكل هو اللي يعرفه، أما زاد مش يستحفظ به كان نروح ويقسمه معانا كل يوم، وهذا هو الكرم والمحبة. تيسير الكسوري صباح النور. صباح الخير زينب. شو أحوالك؟ صباح والله الحمد لله عايش. الحمد لله إن شاء الله ديما بخير يا ربي. يفضلك. احنا اليوم في المهدية تيسير. في المهدي شنو فما في المهدي وفي كوجينة المهدي؟ في المهدي ساعة قبل كل شيء نحب نحكي على جماعة المهدي. بيه أوكي. ليه بالحق ما أنت خاطر شوف الماكلة اللي الإيماج متاع البرسوناليتي متاع العبيد. المهدي اللي لاحظته فيهم ناس ياسر قنوعين بالحق. معناتها الخاصية متاع أهل المهدي عطاهم ربي حاجة. تعرف البارح حكينا على قبل اللي ربي نعمهم بالدقله. صحيح. ناكوردو المهديه ربي نعمها بالسردينه. اي معروفه عندك. اللي يعجبني فيهم اللي ناس يحمدوا ربي صباح وليل. فهمت؟ وفما عاده في المهديه تعجبني على الاخر، ياخذوا كعبه سردينه يبوسوها من عينها ويقولوا لها يا مك يا مشبع جيعان ويا كاسي العريان. معناتها شفت قد يحمدوا ربي والقناعه معناتها نتاعهم. ليها الحكايه تيسير ياسر يسمح لي يمكن برشا مهدوية اللي ما يعرفوهاش، هذيا الناس بكري كانوا يعملوا هكا. وعندهم عاده ريت كي ربي يعطي خيره في السردينه وصابر، ماهمش ناس كل بحاره وصياده، الصياد كي يعمل يهز شكيرات هكا يحطهم في شكاره ويفرق عجيري. معناتها بالحق المهديه القناعه نتاعهم والطيبه نتاعهم والرجوليه نتاعهم خليت من كل شيء يولي فن في المهدي. والماكله نتاعهم تخرج من حاجه سامبل نتاع قناعه وتولي حاجه اكسكيز، معناتها حاجه ما فميش. تعرف في المهدية باريكزومبل عندهم الشبتيه اللي حكينا عليها. الشبتيه حاجه رخيصه على الاخر، معناتها معموله بعشاب، اما اكل في ناس متاع المهدية وكل الحرفية متاعهم وكل الحب وكل العطاء اللي عندهم ايه؟ تخرج حاجة ياسر بنين. به عندهم بار اكزامبل الكسي باليازول. اليازول تعرفوش شنو اليازول؟ انا اكتشفته اليوم واحنا نعملوا مع محمد علي قبيلة المراسل متاعنا في دورة في المخشي، وراني اليازول اللي هو يقولوا اللي هو زيكي برش. وانا ما نعرفوش الحقيقة. سي لو ميلونج بارفي بين البصل والثوم. خلطة نبتة سبحان الله فيها هكا مطعم البصل وممتن في الاخر بكل تعطيك الثوم، هو سي دو لاي سوفاج معناتها يشبه شوي للثوم وينبت وحده. فما جماعة يلموه ويعملوا به كسكسي ريت كيف ما نعملوا الفرفوشة اللي عندهم راهو الفرفوش في المهدية. اما يتقص اليازول اللي ينضاف بالكدا، يتقص هكا قطاع صغار بكل يتخلط مع الكسكسي ويتفور، يعملوا له صوص ويخلطوه. اي 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 حاجة ياسر بنينة. اي اي من عدم يخلق لك في المهدية حاجة اكسكيز معناتها بالحق معناتها حاجة يسمح احنا نعطيو على نحكيو على العطاء وكل شيء. ونحكيو اللي في المهدية اللي يعجبني بيناتهم يحبوا بعضهم على الاخر بينات بعضهم ما يخليوش حد محتاج ناقص. في خصوص الصيف باغ اكزومبل فما حاجة اسمها الفتات.
الفتات ريت قديش حكينا بفتات من مره ويتغير من بلاصه لبلاصه. ثالث مره لو نحكيو على الفتات. حكينا على شنو هي حكايه الفتات المهديه تو؟ فتات في قصور الصيف سيرتو هذايا من ولايه المهديه يعملوا عجينه عاديه فارينه وماء ويحلوها كي ورقه البقلاوه، يقصوها هكا واحد كرويت صغيرين يخليوها تشيح ليت العيد، هذيك تتخلط تتغلى وتتخلط بشويه سكر ويهديوا لبعضهم الفتات نهار صباح العيد، الناس كل تاكل، هي ماكله نتاع زواليه. قعدت العاده هذيك باش ما يقعد حد جيعان نهار العيد. ماكله بسيطه اما تقول قداش العباد يقسموا مع بعضهم باش حتى حد يقعد ما يفرحش وياكل حاجه حلوه. قلت لك محلاها العاده. مهديه بالحق نحبهم على خاطر ناس قنوعين وبكل قناعه هذيك يعملوا برشا حاجات باهين. عندهم اكله ياسر بنينه ومعروفه. اللي هي. ويظهر لي الحقيقه شفتها كان في المهديه، ما تغشوش عليا عباد اخرين خاطر اسم ساعات راني نحكي تو نشوف لي كومنتير نقول مثال المطبقه في قافصه يقوم جماعه تقول لي لا قبتي انا قابس انت فهمتي انا راهو اسمعني رانا في تونس لا ريشيس معناتها الثراء والغناء الثراء والغناء نتاعنا لكل 100 متر تلقى اون فاسون دو بريباري كل واحد يقول لكم تاعي. صحيح. هذه معناتها الكسكسي في تونس يظل لي كان نعملوا دراسه تو نخرجوا 750 نوع تاع كسكسي بالعلوش كاهو هذايا معناتها فهمت؟ صحيح والله صحيح. عندهم حاجه اسمها البندلاقه، ما نعرفش تسمع بها ولا لا. زاد كيف اكتشفتها اليوم في المارشي. النبته هذيك. هذيك النبته كيف ربي نعم بها تونس. النبته هذيك فما شكون يزرعها، اما هي جينيرالمون تطلع وحدها. وكان تلوش تو في الجنينه نتاعك. تو تلقى شويه بندليقه غير بركة احنا ما نعرفوهاش ما نعرفوهاش ما نطلعوهاش. هي البندليقه هذه تجي سلطه في سير البلايص يعملوها سلطه البندليقه معروف ياسر غنيه بالملاح في المهديه يعملوا لها طبخه سبيسيال. كيفاش؟ الوغ باش نعطيكم الوصفه سهله على الاخر. تاخذ شويه عدس فما شكون اللي يزيد شويه فول ما تحبش تحط الفول مش مشكل المهم فما العدس تغليه في الماء تاخذك البندليقه هذي حاجه بركه فيها هكا تقلق شوي تلم ياسر تراب دونك وسعوا بالكم باش تنضاف بالكدا تنضاف بالكدا 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 وترميوها معاك شو اسمه العدس اللي قاعد يغلي ما تحطوش برشا ماء خاطر هي تسيب الماء نتاعها تخليها تغلي على روحها هذيك على شير. اوكي تاخذ نيجره اخرى تعمل حاجه اسمها التقليه حكايه فارغه شويه زيت على شويه بصل تخليهم بالكدا تاخذ كعيبات طماطم فريشكيت مع خضره يقولوا لها تقليها معاهم تفوح بشويه ثوم شويه كرويه داكودو شويه طماطم معجونه كهو عملت شيك التقليه هذيك طابت من بعد تهزك البندليقه اللي تصمتت تزيد كيه واحد تصفيها من الماء نتاعها هي وكل عدس وتزيدهم على الاكل التقليه هذيك اللي عملتها ايه وتفقس كعيبات عظم ريت محلاها قديش سهله قسما بالله يا زينب من قبل ما تاكل في الدنيا. انا عمري ما كليتها اما ظاهره تشرها على الاخر على الاخر على الاخر. اللي عنده شويه قديد يعملها بشويه قديد. اي اي ليفل اخر هذا. ها؟ هذا ليفل اخر بالقديد. مشينا للدنيا اخرى. ما راهو كان بنين. قديد بنينا كومي. فهمتي؟ والقديد في المهديه يقولوا يعملوا له مسلي هو معناتها يرقدوا في الزيت عادي كما بقيه الناس. باه شوف المهديه قلت لك فما عندهم حتى حاجه اسمها ضم في الماء. أيه. وفي الطرف سوس يفقصوا فيها كعب عظم يقليوا عليها كعبه سردين وتخرج ام بلا بليش فيه ما تريد قديش المكونات بسيطه اما انا متاكده اللي حاجه بنينه ياسر صحيح المهدوي الي الايماج نعاود نقول على الماكله راهي الايماج نتاع العبد صحيح راهو سي دي جون تمشي للمهدي ناس بسطاء قنوعين كرمي ويخرجوا لك احسن حاجه بهذيك في لبستهم في تقاليدهم فلا فاسون كيفاش يستقبلوا العباد. راك كي تمشي المهديه ترى الضحكه. صحيح. فهمتني؟ صار عندك احسن بحر في العالم، واحسن فيو في العالم، واحسن ناس في العالم، ما تنجم كان تكون خلطه عالميه وبربي ننصحكم امشيوا للمهديه وبيان سور معناتها اللي انا ما نقولش انكونتورنابل اما يظل لي تونس كله اللي تعمل حاجه اللي هي شاباتي المهديه. اي. فهمني؟ بنين اكتشفته وانا صغيره حاجه دخت كي اكتشفته اول مره مانيفيك نخليكم تكتشفوا شباتي المهديه برا كلوه في المهديه بيده خاطر موجود في تونس كل اما عندهم سر الله اعلم شنو الحقيقه ما لازمش نقول لكم عليه بسيط على الاخر ما ياسر بنين حاجه بسيطه بنينه على الاخر كلوا السردينه نتاعهم فهمت عندهم برشا انواع حوت اخرين فهمت هما فما بارتي عيطوا لها السيرده معناتها يعملوا مقلي نتاع السيرده
حاجه سامبل وبنينه على الاخر. دونك كونكلوزيون في هذا كله، اي قل يا راكم المهاد وين تقبلوا تربحوا، وما احليكم قديش تحمدوا ربي وقديش قنوعين. وراهو ننصح الناس الكل نتبعوا ليكزامبل نتاع المهادوة تو نعيشوا بخير ونعم. والله المهدوية اللي يسمعوا فينا الكل، تحية لكم الكل، وتصديقا لكلام تيسير، وقت اللي تمشي للمهدية اللي يحكي فيه الكل تحسوا، تحسوا في النسق متاع المدينة، في الريتم متاع المدينة، في الهوية متاعها. سامحوني وقت اللي تمشي والغادي فما حاجة متاع هدوء متاع صفاء متاع سكينة موجودة في المهدية. كان ما مشيت لهاش ما تنجمش تفهمنا على شنو نحكيه بالضبط، أما كان مشيت لها كان قعدت فيها كان عشرت ماليها تعرف اكزاكتو على شنو نحكيه. به جميل جدا هذا تيسير. انت ما نجمش سامحني قولي هات نكملوا، ما نجمش نعمل امتي كلاندوي ما دام نحكيو على المهدية. كيما نتذكر مرة قلت لك صفاقس عندها جوار قوي على الاخر، صحيح اللي هو قرقنا، مهدية عندها جوار كبير على الاخر اللي هي شابة. طبعا الشابة الشابة العظيمة، شكون ما يعرفش الحوت نتاع الشابة؟ اكيد اكيد ومالنا بقعة هي صحي. الشابة حاجة عظيمة على الاخر، وانا جاي لا شانس عرفت ناس واستدعوني في الشابة وهزوني للبورت نتاع الشابة وحكيت مع الصيادة نتاع الشابة وتشوف لا فاريتي نتاع الحوت اللي عندهم ما شاء الله. ننصحكم اللي يمشي المهدية يعمل طلع على الشابة، صفاقسية يعرفوها برشا خاطر برشا صفاقسية في الشابة. دونك وتعرف الصفاقسية يعرفوا منين ياخذوا الحوت نتاعهم، خاطر هما يسون تري اكزيجون في الكوجينه مع الحوت، معناتها لازم ياخذوا الحاجه المم من كل بقعه وعندهم الحق. نجم نقول لكم اللي من احسن البلايص اللي فيها الحوت في تونس هو حوت الشابة. دونك ننصحكم التوانسه اللي مشى عنده هكا يمتي تفيغي باش يعملها هكا ولا حاجه يتعدى الشابة ويمشي للبورت ويتذكرني. جميل، وانا ننصحكم اليوم كان عندكم بروجرام نتاع شقان فتر وتحبوا تخرجوا، بداوا برشا ناس يتعبوا شويه، برشا ناس زاده دخلت في لي تراديسيون نتاعهم انهم نهيرات في رمضان يخرجوا شقوا الفتر مع العائله نتاعهم مع صحابهم يتقابلوا مع الضيفين نتاعهم وهما مرتاحين ويمشيوا في بقايا يعرفوا اللي هما باش يبداوا مستقبلين بالكدا اللي باش ياكلوا ماكله بنينه باش يلقاو جو بنين. وين يمشيوا اليوم تيسير؟ والله اليوم انا في الغمدان فيلاج باي زيبرا. اي كونسيبت كامل والعباد الكل تحكي عليه الحمد لله، كونسيبت كامل اللي جبنا الاختصاصات تاع تونس الكل. دونك كانك شاهي فتات نتاع بيجا باش ترقى احسن عباد يعملوا فتات بيجا من بيجا غادي. اوكي كانك شاهي الكسي بالقرنيط فما ناجيت من العطايا في قرنا بحذينا رمضان كامل وتنجموا تسالوا معناتها بدهم كونفيرمي بالطابع من البلدان نتاعهم الكل. تعمل سيلفي مع ناجيت. والله والله ما شاء الله عليهم. الكافتيجي من قروان جميل من عند بوديسه. اي جميل ميه. جدا عندنا المقرونه فريدمير من عند وليد صغير، انا باقي نقول وليد صغير هو عمل يكبر سي اصغر مستثمر في المطاعم في تونس. اوكي اللي هو سيف السالمي حل بروسكيتا في سوسه ويعمل في حاجات ياسر ولا في ريفيرونس في سوسه ولا ريفيرونس في سوسه. صحيح سيف السالمي معانا جميل ما تلقاو سيف زيد به فما شيف هكا صغير محلي اسمه تيسير شي قديمه صغير خاطر قلبه به تيسير هذاك يعمل كل يوم طاجين مغربي بالعلوش وطاجين مغربي بالدجاج اللي هو بنين برشا والناس اللي يحبوا السكري سالي ويحبوا زادة اي يلقاو الكيف نتاعهم وكوجينه زادة غنيه على الاخر دونك تبديله به. دونك هذايا كل يوم مازال واحد بركة اذا نحكي عليه اللي هو بالحق انا جو سوي تري فيير دو لوي ان شيف قاعد يطلع في تونس على الاخر اسمه سيمي رزقي. عرفت على شنو باش تحكي. سيمي رزقي يعمل المدفونه التونسيه. المدفونه التونسيه اللي برشا ناس يمشيوا وبرشا عباد راهو في برشا مدن وانا منهم اللي ما عندناش المدفونه في التقاليد نتاعنا خاصه الكولينية. في رمضان الناس يقول لك ليه مدفونه في رمضان. صحيح. اما اللي يذوق مدفون برشا. سيمي رزقي يحصل. صحيح. دونك هذوما الكل لميناهم تحت اون تونت. دونك تختار اللي تحب وتاكل اللي تحب معاه ان سبيكتاكل ياسر حلو. ياسر روحانيات ياسر جو ياسر سيرفيس باهي تلقاوني في رمضان فيلاج باي زيبرا تلقاوني غادي كنستقبلكم على بيتي رمضان فيلاج باي زيبرا تمشيو تلقاو تيسير وتلقاو هالجو هذا الكل وانتم قاعدين في جو الحقيقه خارق للعاده وزيت سيرفي بالكدا تعملوا شيخه وتعملوا كيف ترى وسبكتاكل الناس الكل مرحب بها العائلات صغارهم الناس زاده اللي جايين مع صحابهم الناس اللي جايين مع ضيفانهم الناس اللي يحبوا زاده يقعدوا ويسروا خاطر فما ان سبكتاكل توت لون من العشاء
مارشي دونك تتمتعوا بالماكلة البنينة وبالجو الهايل ياسر. رمضان فيلاج باي زبرة تلقاو ياسر طبعا تعطي النمر باش تعملوا ريزرفاسيون. اي خاطر يطلبوني على تليفوني والله مش انا ليه فما نومرو فما ناس تتلاقي بيكم من الاول فوالا وتكلموا على خاطر راهو ديما لو نوبغي ليميتي دونك تكلموا هكاك تضمنوا تلقاو بلاصتكم وتقعدوا بالكدا. دونك النومرو هو 50 450 350 هكا ساهل. 50 450 350 انا حفظته معناتها ساهل. 50 450 350 كان تحبوا تعملوا لا ريزيرفاسيون نتاعكم من توا لليوم ولا الايامات الجايين على رمضان فيلاج باي زبره تلقاو تيسير الكسوري وتلقاو احسن لي بلا اللي موجودين في تونس من المدن التونسيه من عند ما ليهم هما اللي جاوا بحذاه لهنا متضيفين وزاده يوكلونا ويمتعونا بالسبيساليتي نتاعهم. دونك ما تحرموش رواحكم انتم مشيو وتمتعوا وخرجوا وخليوا زاده صغاركم يكتشفوا هالي فاريتي هذوما وانتم متعوا رواحكم ومشيو لرمضان فيلاج باي زبره اليوم ولا الباقي من ايامات رمضان. تيسير كسوري ميرسي بوكو. مرحبا يعيشك. ميرسي اللي طلع علينا كل يوم يعيشك على هالانرجي الباهيه وعلى زاده لي زاسوس الباهيين. ونفكركم زاده لي غوسيت نتاع تيسير تلقاوها على شانل اليوتيوب نتاعو تيسير كسوري. تنجموا تدخلوا تبعوا المراحل بشويه بشويه وتنجحوا في لي غوسيت الكل انا ماما تحبهم وتقولي نتبعهم وننجح فيهم. دونك من نجم كان ننصحكم بهم زاده. خليكم معنا انتوما في تونس ذوق 24 ذهب معايير من الطرف للطرف حتى نص النهار. مرحبا بكم الناس الكل.